هانتوما البنات كما كتشوفوا، هذه الجلابه بحال ديجا اللي خديتها معكم، هذا التوب الزيتي الالوان اللي دخلت فيه الزيتي والمطار والكرونه والبرقل والكاسر. المهم كما كتشوفوا كيفاش جات، تبارك الله عليك. وراه بالنسبه للحليه راه صراحه ما كانش يعني خدمات تعلمت الاشكال اللي راه كتبدا ديريكت. ما تضيعش الوقت، هي قالت لك ما عندهاش مشكل، واخا تضيع الثوب هي تضيع الثوب، ما تضيعش الوقت. الوقت كاينه ولا ما كاينهش؟ تبارك الله عليك، الله يعاونك. امين. اوه ما شاء الله غير خدمي منى، ما شاء الله حتى هي صلاه البيع ليها، راه خدمه هاد الجلابه منى. هادي القفطان، قندوره قفطان كما كنقولو. هادي ديجا شافتها في واحد الفيديو في الانستغرام وعجباتها، وهي دابا خدمتها، خدمت الطريقه ديال كما كنقولو لها، هادي غوزه ديال السبوله في المهرس كما كتشوفو، والوريدات دارت فيهم العقده الفرنسيه، ودابا كترص الوريقات رزوب السقلي الحر. ما شاء الله شوفي كي بانت هنا في السبوله، شوفي خدمتي، عرفتي فاش كانت تخدم، عرفتي راه كانت تبارك الله عليها. ما شاء الله شوفي صاحبتك قالت لك تبارك الله عليك، خفت عليا شتي والله. ما شاء الله، شكرا لك، الله يخليك، اللهم زيد وبارك. الله يعاونك. وبالنسبه لكوثر كتخدم الجلابه، جلابه بهذا السواقه هذه اللي ديجا شاركتها معكم، هاد السواقه راه غادي ديرها دابا، هادي كتخدم في اليد، كتخدم في اليد، غيجيو ثلاثه، يجيو ثلاثه، هادي في الوسط، دابا هي كتخدم هادي في الوسط عاد تخدم هاد. وبالنسبه للصدر غادي دير هادو وحده في اليمين وحده في اليسار، ولكن غتكون مسدوده، غيجيو اربعه. المهم الالوان اللي دارت هاد الموب، دارت دخل سيتي واللون بناني، باقي لون عندنا خمسه الالوان، شحال من هو لا هذا هو اللي خدامه بيه، ثلاثة وثم جوج، هذا هو هذا خمسة. يعاونك ما شاء الله عليك. بالنسبة لبوانتي ديكرو، بالنسبة لهذا، هذا اللون بيستاج البنات، عرفتي راه شقلب ليا عيني، فاصلك انت ما تركش في عينك. لا المهم هذه جلابة راه كتخدم بالتونسي وبوانتي ديكرو، ايوا قولوا ليها تبارك الله ما شاء الله، وخدته بشويه عدبك ياك يعني كيتجبد حيت الاستيك كيتجبد، وتبارك الله عليك. هي تاهي دارت غير جوج الوان، هنا راه شوفي كي كيبان، ما كيبانش موف بحال زرق، وراه مدخله هاد اللون البنات موف واللون ديال الثوب، تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه ان شاء الله، التوفيق. سعاد، ما سعاد، سعاد يا سعاد، سعاد مصباح دابا انت غتخدمي هادي ياكي. بالنسبه لسعاد راه كتخدم هادي، يلا باديه هي سعاد، غادي تبدا تخدم بهادي وهادو عاد تعمر، عاد بغات دير السلسله، بغات تسهل هي ياك. نوميديا كدير الجلابه بالعقيق، ولكن كاين الاخطاء، هي نوميديا في الاخطاء. شوفي هنايا لا يمشي يا حيت دائما الثوب كنقول لكم هذا كان عليك تلقي يدك في شي توب اخر عاد ديري باش ما تطلعيش التوب ديالك، شتي اخطاء هنا. شوف داك خرج غير بشويه عليك صافي. ايوا بالنسبه ل وي ام الطاقه الذهبيه، يا مولاتي شمكارين طريقات الطيبات كتوصلت كل حاجة حاجة. ايوا سلمى كدير الجلابة، هادي جلابة لماماها، غادي تخدمها بالعقدة الفرنسية، وهنا غدير الدويدات او البريد، العقدة الفرنسية تيشع كوكن تيشكشاوين تيشكشاوين هنا تيشمكارين تيشمكارين. شتو سمعتو اللغه اللي كيقولوا؟ امل، واخيرا امل راه بدات كتجي، كانت عيانه شويه داكشي علاش. خلاص هذه اللي راه ديجا شاركتها معكم البنات، برافو عليك.
لا جديدة راه كتخدم في البيت، هذه يلاه جديدة، كدير المهرس في الوريقات والموز والخدمات، يلاه جديدة. هي كدير العا كانت كدير البصالة العصري، ولكن يلاه جديدة في دار زوج البيت، دايرة أول مشترى يلاه تلقى تيكها. إيوا الله يعاونك. تيكر الخلعة، هادي جلابة البنات كتخدم هاكا، هادو جايين فوق الفتحة، جلي لي باغي المهرس وغادخل معاه الطرس، الطرس غطرس غير الوريقات. الدرعات فاش ندير الكاميرا كتشدها الرعدة، دايرة بحالي أنا فاش كنمشي شي بنكة ولا تنسيني على شي وراق، يدي كلهم كيترعدو بحالي راني سارقة. تايه والله، ها تا كترعدي. المهم هي راه يلاه دابا يلاه دايره جهه وحده، هادي راه جلابه مخيطه البنات ودايرها مع الفتحه، المهم جات رشمه في وسط الخياطه تحت الفتحه ديال الجلابه. ولالا فاطمه تبارك الله، هادي راه ديجا شاركت معكم البنات، هذا بحال فطار ولا تكشيط فطار. المهم خدينا راه ديجا درت معكم فيديو كيفاش هزينا رشمه، وعاد غاديك الساعات هنايا راه غادي يجيو المهرس غيهبطو بالخطوط المهرس، مازال دابا غادي الوريقات المهرس وغادي يجيو خطوط من التحت هنايا بين زواقة زواقة، غادي دير نهودوها راه ديجا مطراسينا هاهي ان شاء الله. طلعت صراحة جات زوينة، تامي ان شاء الله من تكملها غادي نوريها لكم. كاينة ولا لا؟ كاينة ولا لا؟ كاينة كاينة. قلت لك انا ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي باش تكملها البنات غادي نوريها لكم. هذه ديجا شاركتها معك لبسيها كاع صافي ولا عليك. المهم انتم البنات صراحة جات زوينة، وبالنسبة ل لالا معلمة ديال السبلونية تاهي دخلنا ما شاء الله انتم البنات، والحمر الحمر كيداوي العمر، دخلت السقلي والحمر واللون حمر وكتب خايب حتى هو كما كيقولوا الحمر كيداوي العمر. المهم البنات هذه الدرش ما كلشي حماق عليها الصراحه وكلشي عجباته. المهم هذا هو نهارنا ديالنا اليوم مع البنات، وكنتمنى اليوم الفلوك يعجبكم حيت بزاف ديال البنات عافاك كيشاركي معنا الاجواء. المهم هذا هو الجو ديالنا اليوم، وشكرا لكم، ما تنساونيش اللايك ديالكم التعاليق ديالكم، وشكرا وقولوا لي كيفاش جاوكم التلاميذ ما شاء الله عليهم يلا.